السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم أيها الجاهلون.
وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وترى الملائكة
بينهم